الحاني يا صياد الحاني. في ايه؟ فاكر السلاح اللي انت اديتهولي في ببجي؟ ماله؟ وقع منه مش لاقيه. عايز سلاحي. ضيعت سلاحي. ضيعت سلاحي. انا صياد. عايز سلاحي. تتخانقوا ليه؟ يا كريم القناص خد السلاح بتاعي في ببجي يا كريم وضيع. ما تضربنيش يا انا كداب يا كريم. وقع مني غصب عني. طب اهدى انتوا الاثنين، في حل. حل؟ حل ايه ده يا كريم؟ ايه رايكم نخش في ببجي احنا الثلاثه وندور على السلاح بنفسنا؟ ادخل في ببجي وندور على السلاح بنفسنا. ازاي ده يا كريم؟ ازاي؟ هقول لكم ازاي، بس الاول لازم تعرفوا القواعد. قواعد؟ قواعد ايه دي بقى يا كريم؟ احنا لو دخلنا في لعبه ببجي وحد مات مننا هيكون مات حقيقي. هيموت حقيقي. طب وايه تاني يا كريم؟ احنا لازم نخرج من ببجي قبل ما يعدي علينا 24 ساعه، عشان لو ما خرجناش من ببجي هنضلنا في اللعبه طول العمر كله. هنفضل فيها طول عمرنا. ايه يا صياد، هندخل ولا لا؟ ماشي ماشي، وباذن الله هنطلع منها قبل 24 ساعه. ماشي يلا يا كريم. يلا كمان صوت التليفون بتاعك. ما هو يلا دخلنا بسرعه. جاهزين؟ يلا يلا يلا, يلا. الله يخرب بيتك يا كريم، احنا نازلين بحق وحقيقي. يا رب الله السلاح الحق كده. الله يخرب بيتك يا كريم، المسافه بعيده جدا، يا رب انزل بسرعه. ما تخافوش يا اولاد، انا بنزل بالروح عادي. انت خلي بالك وانت بتنزل يا طارق الكسارة. ايه ده؟ اضرب النار ده. لا 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 لا. الله يخرب بيتك يا كريم. كريم فين؟ كريم فين الضرب ده؟ الضرب ده لعبت فين كده؟ انت حاطين لي مرحله ادور عليهم. لا ايه ضرب النار ده كله؟ يا رب الاقي السلاح بتاعي يا رب. الله ايه دي؟ بس انا كنت عايز السلاح بتاعي. حلوه، فين الصياد وفين كريم؟ يا رب الاقيهم. ما تضربش ما تضربش فيا. لا لا يا كريم يا قناص، يا كريم يا قناص. القناص يا قناص يا قناص يا قناص. كريم اخيرا لقيتك يا كريم، خلي بالك خلي بالك. انزل في الارض يا قناص عشان مش يشوفونا. يا كريم الحمد لله لقيتك يا كريم. ايوه كانوا هيضربوني يا كريم. معلش يا صياد. انا خايف. معلش. لا انا خايف. معلش يا كريم. شوف انا لقيت ايه يا كريم. ايه يا قناص دي دعويه يا قناص، ما بتغلطش. يا قناص انت وكريم باقي بس 21 ساعه، ولو مش طلعنا قبليها هيتقفل علينا وهنفضل على طول عمرنا في ببجي. ان شاء الله هنلاقي السلاح ونطلع قبليها. يلا بينا. ماشي يا كريم. بصوا انا هروح، انا شفت بيت هناك كده، هروح ادور فيه يمكن الاقي فيه السلاح، وانتوا والصياد روحوا دوروا الناحيه دي، واللي يقابل التاني بص هنتقابل عند البياره الكبيره في النهايه. اوكي ماشي ماشي يا خلاص، يلا بسرعه هنقابلك بعد ساعتين عند البياره. ماشي يا كريم، مع السلامه. يا لهوي انا خايف حد يضرب عليا نار. انا كان مالي وكان مالي اخش ببجي ليه بقى؟ الله انا كده وصلت البيت، يا رب الاقي السلاح بتاعي جوه. بسم الله الرحمن الرحيم. الله سلاحي. مين اللي جوه ده؟ انت مين يا عم؟ ما تزنيش ما تزنيش. يلا يا كريم انا خايف يا كريم. انا خايف. وقت صادق ممكن حد يضربنا. خلاص خلاص خلاص، يلا نشوف القناص فين. يلا يا صياد. ايه كريم؟ بقى كام ساعة خرجنا من ببجي؟ بقى 48 دقيقة يا كريم بس. 48 دقيقة؟ تعالى لحد البيارة نستنى القناص، لو كده مش مهم السلاح النهاردة. ماشي يا كريم يلا. القناص فين؟ القناص مش هنا. مش هنا يا كريم، ده بقى 9 دقايق بس. هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ طب ما تيجي ندور على القناص بسرعة. يلا بينا. يلا.